فندق تريفاغو. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها: في حالة نادرة فتاة تتعرق دما من وجهها وراحة يدها. جاء في تفاصيل الخبر: شخصت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بحالة نادرة للغاية تدفعها للتعرق دما من وجهها وراحة يديها. ووفقا لما ذكرته مجلة الجمعية الطبية الكندية، لم يتمكن الأطباء الإيطاليون من تحديد المشكلة التي تواجهها الفتاة، إذ لم يجدوا أي ضرر أو خلل في الجلد، لهذا لم يبقوها في المستشفى. إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي اخترنا منها لكم: ركاب طائرة محظوظون يحصلون على هاتف سامسونج نوت 8. فاجأت شركة طيران إسبانية ركاب طائراتها المتجهة إلى مدريد البالغ عددهم 200 راكب بتقديم هواتف سامسونج نوت 8 لكل منهم. ولم يتوقع ركاب الرحلة الذين كانوا في طريقهم من مدينة لا كورونيا إلى العاصمة مدريد أن يتم تقديم هواتف سامسونج الجديدة على الطائرة كهدايا، لذا أصيبوا بصدمة وفرحة لا توصف. بالتأكيد من صحيفة الخليج الإماراتية مشاهدين نطالع: وحدات سكنية مستقبلية للعيش على المريخ. كشفت وكالة ناسا للفضاء في شهر يوليو تموز الماضي عن 6 نماذج لعيش البشر فيها، تتراوح ما بين نماذج قابلة للنفخ ومحطات فضائية ضمن مشروعها تكنولوجيات الفضاء المقبلة للشراكات الاستكشافية. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: سناب شات يتيح ميزة مالتي سناب لمستخدمي هواتف أندرويد. في شهر تموز يوليو الماضي أصدر تطبيق سناب شات ميزة جديدة تجعل من الأسهل على المستخدمين نشر مقاطع مصورة مدتها أطول من أي وقت مضى، فأصبح من الممكن تسجيل فيديوهات لمدة تصل إلى 60 ثانية دون انقطاع. هذه الميزة لم تكن متاحة إلا على هواتف الآيفون. ختام مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية: صوفيا أول روبوت في العالم يمنح الجنسية وجواز السفر. أصبحت السعودية أول دولة في العالم تمنح الجنسية الفخرية لروبوت، وتم خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار منح الجنسية للروبوت صوفيا الأكثر تطورا من هانسون روبيكيتش بعد المشاركة في جلسة حوارية أدارها المذيع المعروف أندرو روس سوركين. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: استضافت مجموعة سي بي أي ميديا عن طريق منصتها الإخبارية الرائدة المختصة بالتكنولوجيا تحول تك أول منتدى للتطور الرقمي في فندق جميرة بيتش في دبي. وركز المنتدى على أحد أهم النقاط في أجندة التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهي تحول الشراء عبر الإنترنت والحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الإقليمية. We think it's entirely possible that Arab teenagers today. أعتقد أنه من الممكن أن يكون جيل الشباب في المنطقة هو آخر جيل يحتاج لرخصة قيادة. وأرى أن الاقتصاد الإلكتروني للشرق الأوسط في تطور مستمر، وإذا نظرنا إلى الإقبال المتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة فهذا يخبرنا أن هذه الشبكات ستشكل أهم منصة للتسويق في المستقبل القريب. أعتقد أنه من الضروري للمنطقة الاستمرار بما بدأت به خلال السنوات العشرين الماضية، إذ يتوقع مزيدا من التطور لدول المنطقة في المستقبل، لأن أكثر من نصف سكان المنطقة هم دون سن 25، مما يجعل هذه الدول تحظى بمستقبل مبني على المعرفة الإلكترونية. بلدية دبي فيها خدمات كثيرة، فوق 350 خدمة
كل الخدمات مؤتمتة وإلكترونية، والتطبيقات كثيرة، منها تطبيق أليف، منها تطبيق آي دبي، تطبيق التذكرة الخضراء، تطبيقات ذكية كثيرة تخلي حياة المتعامل سهلة جدا. حبينا نشارك الجمهور هنا في بعض هالتطبيقات، وإن شاء الله الكل يكون استفاد. اليوم في فورم إيفولف الحديث حيكون حول أهمية التجارة الإلكترونية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص. هلا من الطبيعي ان الإمارات رائدة في هذا المجال، وقد طورت الانفراستراكشر، يعني البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، من خلال اطلاق عدة داتا سنترز. في أخبارنا الصحية، يحذر مسؤولون طبيون في بريطانيا من مخاطر تناول المضادات الحيوية لعلاج أمراض تشفى من تلقاء نفسها كنزلات البرد والسعال، وأضافوا أن خمس الوصفات المتعلقة بالمضادات الحيوية غير ضرورية وتؤدي إلى ضعف المناعة على المدى البعيد. تفاصيل الموضوع في تقرير الزميلة حنان ظاهر. بين الخريف والشتاء يتزايد انتشار الأمراض، من الزكام ونزلات البرد الخفيفة وصولا إلى التهابات الجهاز التنفسي والحويصلات الهوائية. في هذا الموسم نتساءل على الدوام، أي الأدوية ستكون أكثر فعالية وأسرع شفاء؟ مسؤولون طبيون في بريطانيا يرون بأن معظم المرضى عليهم فقط أن يخلدوا إلى الراحة بدل تناول الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، وأضافوا أن خمس الوصفات المتعلقة بالمضادات الحيوية غير ضرورية، لأن الكثير من الأمراض تشفى من تلقاء نفسها. وتشير التقديرات إلى أن 5000 شخص يموتون في إنجلترا سنوياً نتيجة للإصابات الناجمة عن مقاومة الأدوية، كما أن 4 من 10 حالات تعاني من العدوى القولونية الآن ولا يمكن علاجها من خلال المضادات الحيوية. إضافة إلى ذلك، هناك توقعات بأن تؤدي الالتهابات في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2050 إلى قتل مزيد من الناس مقارنة بالموت نتيجة الإصابة بالسرطان الآن. ويعد تناول المضادات الحيوية أمراً ضرورياً في علاج تلوث الدم والتهاب الرئة والتهاب السحايا الجرثومية والتهابات خطيرة أخرى، لكن المسؤولين الطبيين يقولون إن المضادات الحيوية غير ضرورية لعلاج جميع الأمراض. ويرى المسؤولون الطبيون أن السعال والالتهاب الرئوي يمكن أن يستمر نحو 3 أسابيع حتى يشفى المريض من تلقاء نفسه، لكن المضادات الحيوية يمكن أن تساعد في تسريع العلاج بيوم أو يومين لا أكثر. اقترحت نتائج دراسة سويدية جديدة استخدام الأدوية المسيلة للدم كعلاج وقائي ضد الخرف والزهايمر لدى من لديهم عدم انتظام ضربات القلب، وتوجد أدلة على ارتباط هذه النوعية من مشاكل القلب بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة يوروبيان هارت، هناك صلة قوية بين عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل الشريان الأورطي وبين أنواع الخرف المختلفة ومنها الزهايمر. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. لطرده نهائيا من الحدود مع سوريا، القوات العراقية تبدأ عملية تطهير آخر معاقل داعش في البلاد.